باذن الله النهارده هنتكلم عن اول فيديو في السبيشال سنس، وهنتكلم طبعا عن الفيجن. سبيشال سنس السنه دي هو فيجن وهيرينج وتيست وسمال، ودول اهم الحاجات اللي هنقولها. بالنسبه للفيجن هبتدي اول معلومه اناتومي. طبعا الفيديو ده هيكون فيديو مقدمه، هنتكلم عن حاجات سمعتوها في الاناتومي وحاجات ثانيه سمعتوها في الهيستولوجي، وهرجعكم بالذكريات لورا لايام اعدادي وثانوي بالفيزيكس. فالبدايه تابعوا معايا الرسمه. هرسم حاجه زي القبه كيرفت، واقول عليها كورنيا، دي قرنيه العين. اول حاجه موجوده في الاي بول كورنيا، اللي هو عامله زي كيرفيتشر معين، وهنتكلم عليه النهارده في نهايه الفيديو ده بالتفاصيل. الكورنيا دي هنلاقي بيكون تحتها هنلاقي في فلويد، اللي هو الجزء اللي انا بظلمه ده او بعمله ريشس. الفلويد ده اسمه ايكوس هيومر، وده مهم قوي. كلمه ايكوس معناها مائي، السائل المائي. طب دكتور الايكوس هيومر سائل عند الكورنيا، يا ترى بيملى العين؟ الاجابه اه، بس قبل ما نقول هاجي لون تاني واقول لك ان الكورنيا دي بيكون تحتها حاجه باللون الازرق على البورد هسميها ايريس، ده الايريس بتاعتنا. يبقى هاجي هعمل علامتين كده بعاد واكتب على ده ايريس. الايريس هو اللي بيدي العين اللون بتاعها، يعني اللون ده عسلي ازرق اخضر ده ايريس. هتلاقوا ان انا الايريس اللي عامله شبه الحواجب حطيت في النص فتحه فراغ، الفراغ ده هسميه بيوبيل اللي هي حدقه العين. الفكره عامله زي ايه؟ عامله زي بالظبط الكاميرا، دايما الكاميرا فيها الفيلم الحساس وفي النص بتلاقي فتحة صغيرة، الفتحة دي هي البيوبل. طيب في هنا ايه بقى ورا البيوبل اللي انا هرسمه دلوقتي؟ اللينس، عدسة العين. اللينس ما بتبقاش سايبة في العين كده، بتبقى متعلقة في حاجة اسمها سيلياري بادي. ادي هنا انا هعملها بالاسود واظلله، ده السيلياري بادي. سيريال باطي على فكره في الاناتومي قالوا ان هي تتكون من سيريال بروسيس وسسبنسوري ليجامنتس، يعني اللينس دي متعلقه يا جماعه في ليجامنت اربطه. طبعا في فيديوهات فيما بعد هتكلم ايه دور الليجامنتس، ازاي بتشد على اللينس، وايه علاقتها بالقرايه، هتقول الكلام ده كله بالتفاصيل الممله. المهم السيريال بادي دي الاسود بتكون ماسكه في حاجه، بصوا بقى انا هاجي اعمل الكيرف او تكمله العين. السيريال بادي دي بتكون ماسكه في مين؟ اهو هاجي انقطها اسمها كورويد. كلمه كورويد بيسموها بالعربي المشيمه، دي اللي بتغذي العين بتعمل نيوتريشن، يبقى اللي النقط ده اسمه كورويد. طب يا دكتور واللي بره اسمه ايه؟ الاسم ده التخين لو بصينا عليه ده سكليرا. كلمة سكليرا اسمها بالعربي الجسم الصلب، يعني او الصلبة مش مهم، ده سكليرا. يبقى انا عندي طبقة سكليرا بره، من جوه عندي طبقة كورويد، طب ومن جوه اكتر عندي الشبكية اللي هنعملها باللون الازرق. اهي من جوه اكتر، هي دي اللون الازرق الراتينا، دي شبكيه العين. شبكيه العين اللي انا راسمها على البورد تتكون من 10 طبقات، وهتتقال في فيديو لوحده، الراتينا دي حكايه، وفيها بيجمنت لاير، وفيها ريسبتورز اوف فيجن. انت علشان تشوف لازم تقول لي مين هم الريسبتورز؟ حاجتين، واحد اسمه راس والتاني اسمه كونز، وده مهم قوي. الراس مسؤول عن الرؤيه الليليه نايت فيجن، والكونز تشوف الصبح داي فيجن.
بس بما انها مقدمه لازم يا دكتور تكمل بقى. الفلويد ده اللي ورا الكورنيا، طب ومكان ايدك في فلويد ورا الليز هنسميه ايه بقى؟ فيتريوس هيومر. وده مهم جدا، السائل الزجاجي، فيتريوس باللغه اللاتينيه معناها ازاز. يبقى عندي ايكواس فوق وعندي فيتريوس تحت. بس دكاتره الاناتومي قالوا قبل ما تكمل الموضوع ليس بهذه السهوله. ليه بقى؟ لان اللون الازرق اللي هو الايرس هنلاقي يا جماعه في حاجه اسمها انتيريور تشيمبر، وهنا في حاجه اسمها بوستيريور تشيمبر. فاتفقنا ان الايرس فوقيها اوضه انتيريور وتحتيها بوستيريور، وهنا ده فيتريوس هيومر. طب دكتور بقى الريتنا دي فيها تو ريسبتورز، في معلومات تانية مهمة؟ معلومة لازم تكون عارفها. الريتنا فيها مكان اللي أنا هعمله مربع وبظلله لا ترى فيه. إيه ده يعني إيه لا أرى فيه؟ يعني لا يمكن هتشوف فيه أي حاجة، ما فيهوش ريسبتورز، لا رادز ولا كونز. تيجي نسميه اسم بلايند سبوت، البقعة العمياء. ودي هتتعمل في السكشن او اتعملت فعلا. قالوا لكم عندك دايره وعندك بلس او علامه زائد، وانت ركز على واحده فيهم وانا بقرب الورقه منك وانت مركز على الدايره. هيجي عليك وقت انت مش شايف العلامه اللي جنب الدايره، علامه البلس دي مش شايفها لان هي وقعت على البلايند سبوت. اكيد في حاجه لازم تكون جنب بلايند سبوت. احسن مكان اشوف فيه، احسن مكان بتشوف فيه على فكره اللي هي الدايره دي اسمها ناكيولا ليوتيا، وعايزكم تتاملوا في المعنى. ناكيولا معناها بقعه، مكان ليوتيا معناها اصفر، الجسم الاصفر ده موجود. بس الجسم الاصفر ده دكاترة الاناتومي قالوا في ديبريشن، انخفاض جواه، يعني هتلاقوا الحته دي الدايره دي مش كده، لا ده في حاجه كده. حاجه عامله زي حفره نازله، الحفره اللي نازله في المكي اليوتيا اللي عليها السهم اسمها فوفيا سنتراليس. ودي مهمه قوي، فوفيا سنتراليس بيسموها في كل الكتب بيوتيفول اريا، احسن مكان اشوف فيه. وشوفوا حتى اسمها سنتراليس بحرف السي، فيها كونز كتيره جدا. الكلام ده هنبقى نقوله بعدين. فوفيا سنتراليس افضل مكان، وقالوا المسافه بين الفوفيا سنتراليس الحفره وبين البلايند سبوت تقريبا 3 مليمتر، ده تقريبا كلام الاناتومي. طيب بما ان انت مش دكتور اناتومي، بلايند سبوت فادتنا في ايه غير ان ما فيهاش ريسبتورز؟ هي مكان لخروج الاوبتيك نيرف، العصب البصري. لما هنيجي بعد كده نتكلم عن الفيجوال باس واي هقول لك البدايه اوبتيك نيرف خارج من الريتن. هقول لكم خارج منين؟ تقول لي بلايند سبوت، مكان خروج. طب يا دكتور دي مقدمه، بس احنا عايزين الموضوع يبقى اسهل. اقول لك يبقى اسهل ازاي؟ تذاكر الاستراكشر اي بول برقم 3. يعني ايه رقم 3؟ عندي 3 طبقات وعندي 3 كونتنتس، ودي مهمه جدا وهقول 3 دي دلوقتي. الثلاث طبقات هما مين؟ عندك كورنيا طبقه، عندك سكليرا طبقه، عندك كورويد طبقه، دول ثلاث طبقات. ايه هما الكونتنت الثلاثه؟ لينس ايكوس هيومر قدام، فيتريوس هيومر ورا، وكمان عندك مش ثلاثه بقى المره دي معلش، تو تشامبرز انتيريور اند بوستيريور. دول الفكره الاساسيه اللي في البدايه. طيب عايزين الفكره دي بقى نبتدي ندورها، فهمسح الرسمة
عشان التفاصيل الكتيرة اللي فيها، وابتدي اقول كلام مهم جدا عايزكم تبقوا معايا فيه. ده شكل الاي بول بتاعتنا. دكاترة الرمد بقى قالوا ايه؟ قالوا ان انت عندك نقطة هنا وعندك نقطة هنا. ايه هو؟ قالوا عندنا حاجة زي القطب، القطب الاناني ده اسمه انتيريور بول. ده البول حاجة زي الاخطاب، وده بوستيريور بول. قالوا احنا عايزين نوصل الانتيريور بالبوستيريور، بنعمل حاجة زي اكسس، محور للرؤية. طب المحور بتاع الرؤية ده قابلنا واحد بتاع فيزياء بتاع زمان، قال المحور ده يعدي على مين؟ قلنا له يعدي على اللينس. قال بصوا بقى، في قاعدة لازم تتعرف دلوقتي وهدخلكم على النقطة التانية في الفيديو، فيزيكس، فيزياء بتاعة الضوء. دلوقتي العدسة بتاعتنا بيبقى المنظر بتاعها كده، شكل العدسة خدناها زمان في المدارس العربي محددة ومقعرة، كونكيف وكونفكس. لكن أنا عايز أتكلم في نقطة مهمة، نص العدسة آدي الدايرة السوداء، قالوا هنسميها اسم نودال بوينت. ده النودال بوينت بتاعك. حلو، أي لايت راي، أي شعاع ضوئي يعدي على منتصف العدسة لا ينكسر، بيمر كأنه خط مستقيم. طبعا لا ينكسر لو واحد طبعا مدرسة انجلش معناها not refracted، يبقى ده not refracted لا ينكسر. حلو، طيب هنجيب بقى parallel light rays، أشعة متوازية هتنكسر وتتجمع في النص هنا. لما هي بتنكسر بصوا اتجمعت في الحتة دي، هسمي الحتة دي فوكس، دي البقرة اللي اتجمعت عندها الأشعة. طيب زمان قالوا لنا في المدرسة إن الفرق بين النودال بوينت والفوكال بوينت اسمها فوكال لينس، اللي هي بالعربي البعد البقري، علشان تحس إن الكلام مش جديد عليك. طبعا لما كنت بذاكر الكلام ده زمان قلت اذاكره بطريقة بسيطة قوي، هتكلم على نقطتين وخطين. فين النقطة الأولى؟ نودال بوينت. والنقطة الثانية فوكال بوينت. فين الخطين؟ أنا قلت فوكال لينس دكتور، وفين الخط الثاني كلاين؟ هو ده اسمه برينسيبال اكسس، اللي هو بيمر على النودال بوينت من بعيد، وده خط وهمي. يبقى انا كده عندي تو لاينز اند تو بوينتس، دي البدايه. طيب بما ان احنا مش فيزيكس زمان وخلصناه، ايه اهميه المعلومه دي عندي كدكتور؟ الاهميه لازم اللايت ريز تتجمع فين؟ عند الريتنا. يبقى الفوكس بتاعك لما تيجي تبارلل لايت ريز يا جماعه كده هتنكسر اهي، شايفين ان هو الجزء المنقط تتجمع هنا. طب ما هنا ده هو الريتنا اللي انا لسه قايل عليه، يبقى اذا الكلام ده هيوصلنا لحاجه مهمه، قصر نظر وطول نظر، ودي هنبقى نقولها بعدين. لو اللايت ريز اتجمعت قبل الشبكيه هيحصل ايه؟ ولو بعد الشبكيه هيحصل ايه؟ وكل حاله هنصلحها ازاي؟ يعني ايه الفكره؟ مش فيزيكس، وما زلنا مستمرين في الفيزيكس، نتكلم بقى الكلام السخيف اللي انت كنت فاكر انك مش هتشوفه تاني. سؤال، سرعه الضوء في الهواء تساوي كام؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هي سرعه الضوء في الهواء نحسبها ازاي؟ السؤال الثالث، يفيدنا في ايه سرعة الضوء؟ يبقى أول حاجة عايز أقولها velocity of air، أو قصدي of light in air، سرعة الضوء كام؟ 300,000 كيلو متر في الثانية، دي سرعة الضوء، وهي سرعة
سقه. دكتور هو انت ليه بتقول لي سرعه الضوء في الهواء؟ ما هو البارل لايت ريز دي، ما هو ده ضوء ماشي في هواء. طيب دايما الضوء بيقابل ميديوم معينه. قالوا لنا زمان في المدرسه معلومه، سرعه الضوء في الهواء اعلى ما يمكن، يعني اعلى من سرعتها في الميه واعلى من سرعه الضوء في الازاز في الصمت. ده سرعه الضوء. طيب ليه اعلى في الهواء؟ ليه الضوء عالي قوي كسرعه؟ قالوا كل ما الميديا الكثافه بتاعت الميديا بتقل كل ما الضوء يمشي اسرع، يبقى اعلى ما يمكن في الهواء. دي البدايه. طيب دلوقتي انت قلت ان الفيلوسيتي نحسبها ازاي؟ تساوي ويف لينس، طول الموجي بتاع الضوء مضروبه في ايه بقى؟ في الويف فريكونسي، يعني في عدد الموجات. يعني انا هقول طول الموجي في العدد، مش انت بتقول ثابته؟ طب اثبت لنا انها ثابته. نفترض ان الويف لينس اسف قل، يبقى لازم الفريكونسي تزيد. زائد تايمز حاجه قلت يساوي ثابت، يبقى ده الاساس. طيب عايزين اسالك سؤال، انت قلت ان الفيلوسيتي بتاعه الضوء هتقابل ميديوم، فين الميديوم؟ هتقابل كورني، وراها ايكوس هيومر، وراها لينس. فدكاتره الرمل قالوا جمله جميله، هنعتبر الكورني والايكوس هيومر واللينس ريفراكتيف ميديوم واحد، هنعتبرهم سطح واحد. طبعا في اختلافات ما بين الريفراكتيف بتاع كل واحد والتاني، هنعتبرهم سطح واحد. طيب معنى الكلام ده ايه؟ علاقه سرعه الضوء بالريفراكشن؟ حطوا قانون ريفراكتيف اندكس، معامل الانكسار بتاع الاشعه يساوي ايه؟ يساوي حاجتين مهمة قوي، velocity of light in air على سرعة الضوء في الميديوم. ده هو ده الفكرة، وده بص عليها ده الكلام منطقي من غير حفظ، عشان الأشعة تنكسر، ما هو الأشعة جاية بسرعة معينة في الهواء تقابل ميديوم اللي هو كورنيا ولينس وايكوس هيومر، يبقى لازم تقول لي علاقه الحاجات دي ببعض. اتسالت سؤال زمان عجبني لغايه دلوقتي، ليه ما قلناش ميديوم الاول هي اللي فوق والاير تبقى تحت؟ قلت لها لسببين، السبب الاول ان الضوء جاي في الهواء من الاول. قالت لي طب ايه السبب الثاني؟ قلت لها الاهم ان سرعه الضوء في الهواء اعلى. لو انا حطيت هواء في المقام الاير تحت هتطلع لك الريشيو دي بكسور، لان دايما سرعه الضوء بصوا على المعادله في الاير اعلى من اي مكان تاني، اعلى من اي ميديوم. فالطلبه اللي بتشوف الفيديو هتلعب الظنون بيها بقى، دكتور ثبت كلامك، الهواء احنا معاه، الكورنيا دي تبقى مين في دول؟ تبقى سوليد. الكورنيا سوليد ما اقدرش اعتبرها هواء، ولا الكورنيا دي فيها ميه هنقول الكلام ده، فالكورنيا سوليد. كاني بقول الكلام ازاي؟ سرعه الضوء في الهواء بالنسبه لسرعه الضوء اللي هتقابل الكورنيا، وده الكلام ده في منتهى المنطقيه، كلام مهم قوي. في ارقام في الكتاب لازم تكون عارفها، ريفراكتيف اندكس اختصارها ار اي، يقول لك ريفراكتيف اندكس بتاع اللينس كام؟ 1.42، بتاع الكورنيا 1.38، وزيه ايكوس هيومر. طبعا الارقام دي حفظ مش هنعمل فيها حاجه، يبقى دي اول جزئيه في الفيزيكس. احنا كده خدنا فكره اللينس وخطين ونقطتين وقلنا الريفراكتيف اندكس. تعالوا بقى نقول تالت جزئيه في الفيزيكس ونقفل على كده، ودي نقطه في منتهى الاهميه بقى. تالت جزئيه،
بتاعتي. وادي البارلل لايت ريز، وادي اللايت ريز اتجمعت هنا عند الفوكس. هرجعك لزمان لاعدادي، نفترض الاشعه اتجمعت على بعد متر من العدسه، مش دي حاجه اسمها فوكال لينز، نفترض انها على بعد 1 متر، يبقى قوه العدسه قد ايه؟ هتقول لي واحد. واحد ايه بقى؟ العدسه بيتقاس قوتها بدايوبتر، ده اليونت بتاع قوه العدسه. طب نفترض اني انا اتجمعت الاشعه بعد 2 متر، 2 متر، تقول لي لا قوه العدسه نص. فعشان كده حطوا معادله جميله جدا لازم تكون عارفها، الريفراكتيف باور اوف ذا لينس يساوي 1 على الفوكال لينس. وده كلام مهم، وحتى بص على تطبيق كلامي، 1 على 1 بتساوي 1. طب لو فرضنا ان الاشعه دي اتجمعت بعد 2 متر يبقى 1 على 2 يبقى نص. يبقى كل ما يزيد الفوكال لينس كل ما قوة العدسة تكون أضعف. فطالب سألني طب اثبت لي الكلام ده، قلت له تخيل بتشوف حاجة لما لا نهاية، حاجة يعني أشعة بتتجمع انفينيتي، يعني تخيل الفوكال لينس دي انفينيتي. قال لي عايز تقول ايه؟ قلت له 1 على انفينيتي تساوي ايه؟ 0 تساوي زيرو. يبقى دي اهم المعلومات. كان زمان بقى كتاب الاسم بيحط معلومه فيزيكس رابعه شالوها، اللي هي بعد الجسم وبعد الصوره فيها كده معادله يعني، بس مش مهمه دلوقتي. يبقى كده احنا خلصنا هذه البدايات المهمه جدا. طيب عايزين بقى نسالك سؤال مهم، الوان الطيف ايه هي؟ يعني ايه الوان الطيف؟ انت بما انك بتتكلم على ضوء لازم تقول لي الرينج اللي انا هشوف فيه. قالوا انت بتشوف من 400 ل 700 نانومتر. يا جماعه الوان الطيف سبعه، كلام بقى عيب نقوله. طبعا في بلو وبلو جرين وجرين بس ويلو جرين، وعندك فايلت وعندك ريد، كل الكلام ده انا معاك، بس انت بتشوف من 400 ل 700. اقل من 400 ما تشوفش، فوق 700 ما تشوفش. فجم الدكاتره وعملوا فكره عبقريه، خاصه دكاتره العلاج الطبيعي، قالوا في حاجه اسمها انفراريد، الاشعه تحت الحمراء والكلام ده. الاشعه تحت الحمراء بيعملوا ايه؟ انا رحت عندي مشكله وعايز علاج طبيعي للماسلز لاي كان، يعرضك للاشعه دي. ليه؟ الاشعه دي غير مرئيه، بتعمل فازو دايلاتيشن، توسع البلاد فازل، فتزود البلاد سبلاي اللي رايح للاورجن، تعمل له هيلينج، بتعمل التئام لجرح لاي كدمه لحاجه. عشان كده دايما دايما تلاقي في قربه، يحط لك قربه كده على المكان اللي وجعك، قربه سخنه جدا دي فيها انفرا ريد، فايدتها هيلينج ودي مهمه جدا. وفي بقى حاجه ثانيه عكس الانفرا ريد، الترا فايلت، الاشعه فوق البنفسجيه. اول ما اقول الترا فايلت دكتور ما كملش، اخدناها في الاندوكراين في الترم الاول، ده كان السورس بتاع الفيتامين دي. فاكرين فيتامين دي ازاي بتصنع البلاي سكين؟ الترا فايلت ريز على السكين، وحوار بقى السبعه دي هايدرو كولي كالسيفرون والكلام القديم ده. يبقى اول حاجه بيصنع فيتامين دي 3. طب عايز الفانكشن الثانيه للالترا فايلت، بيقتل البكتيريا، كيلز بكتيريا، ودي ابتدوا يستخدموها كيلز بكتيريا. الفايده الثالثه هكتب عليها الاجانب اللي بيجوا مصر يحبوا ياخدوا حمام شمس، حمام شمس عشان يخلي السكين لونه برونزي، هم مهاويس في الحته دي، البرونز كولر عندهم وبيعتبروه جمال. طب سؤال قبل ما تسيب الجزئيه دي،
لتر. هل ده بس التفاصيل الوحيده اللي علينا في المنهج لالوان الطيف؟ لا، في الفيديوهات القادمه بقى هقول لك اللون الاصفر تشوفه ما بين ويف لينس كام لكام، والريد ما بين كام لكام، واقول لكم على المفاجاه. وهناك الوان هتشوفها الصبح وبالليل ما تشوفهاش. احنا هنقول كلام كبير بعد كده. انزل اي جنينه تشوف الورده اللي لونها احمر الصبح تلاقيها واضحه، لان الويف لينس او الطول الموجي بتاعها يتشاف بوضوح الصبح. روح لنفس الورده دي هي هي بالليل هتشوفها سوداء، لان هي في قصص. وهنشوف ايه بقى الالوان اللي تمتص وايه الالوان اللي تتعكس، والكلام هيكبر. كل دي بدايه. طب عايزين نختم الفيديو ده بكلامنا عن نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى اللي عايز اتكلم عليها، عايز اتكلم على البروتكتيف ميكانيزمز اوف ذا اويل، ودي نقطه مهمه. والنقطه الاخيره فكره الدموع، التيرز او لاكريمال ابيليتس. بروتكتيف ميكانيزم يعني ايه؟ المعروف لو انا جيت حاول اضربك بوكس، في يا جماعه هنا الاوربت، عارفين فين هون؟ ده الاوربت بيحميك. فالكتاب قايل اللي بيحميك انتيريور 1/5 او بوستيريور اللي هو 5 على 6 يعني، اللي بيحميك ورا عندك سكليره برضه بتحمي، كل الكلام كوراي، فدي مش مشكله خالص. طيب ده البروتكتيف قدام وورا. انا ده ايه اللي يهمني؟ البروتكشن بتاع الايليد جفونك ازاي هتحميك؟ تعالوا نقول اكزامبلز كتيره جدا وسهله. انا دلوقتي سمعت صوت عالي بيقرب مني، غصب عني بقفل عيني. ما هو ده يا جماعه ريفلكس. يبقى اول حاجه في البروتكشن في الايليد اوديتوري، سماع صوت ممكن تقلق منه. عايز رقم اتنين، ممكن يبقى فيجوال، وده اساسي. ازاي؟ ضوء شديد قوي بيقرب من عينيا، فانا لازم اقفل عيني زي تورش اوف لايت، قلم بطاريه كده. فبعمل حاجه اسمها دازل ريفلكس، وده مهم قوي، اسمها دازل، بتبعد عن مصدر الضوء. في بقى حاجه تانيه، ماشي في الشارع لقيت شوية ولاد صغيرين بيلعبوا الكورة، والكورة قربت من وشك هتخبط في عينك، فأنت لازم تعمل حاجة اسمها ميناس ريفلكس. ميناس يعني تهديد، ده تهديد مباشر، ده دايركت تروما بيقرب مني. ده في حاجة تانية كمان بتحصل، فرضنا دخلت رملة أو شعرة في عينك، انت لازم تقفل الايليد. ليه؟ لو الايليد بجفنك بينزل على الرمله دي او على الشعره دي بيجرح في الكورنيا. انا مش عايز القرنيه تتجرح، يبقى بالتالي نعمل حاجه اسمها بليفرو سبازم اوف ايليد. دي مش موجوده في الكتاب بس بتتقال في الدكاتره الكبار. كلمه بليفرو كلمة لاتن معناها ايليد، وسباس يعني بتقفل، لازم الايليد تقفل. هتقولوا لي يا دكتور وفي حاجة أهم وأبسط غير اللي مكتوب على البورد؟ بلينكينج ريفلكس. أيوة بلينكينج، فكرة إن أنت بترمش. وعلى فكرة فكرة إنك ترمش أو تقفل عينك أخدتوها في السكشن كورنيال ريفلكس.